يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم إلقاء النكت التي تنتشر بين كثير من الناس؟ إذا كانت كثيرة وتلهي الناس وتسفههم لا تجوز، أما بعض الأحيان شيء خفيف لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، إذا كان بعض الأحيان فلا بأس ولا فيها إثم. نعم.